بنروح لموضوع تاني، والحقيقة إن صندوق مكافحة الإدمان بينفذ برامج توعوية للأطفال اللي موجودين في المناطق المطورة بديلة العشوائيات زي الأسمرات والمحروسة وبشائر الخير، وده عشان يكون عندهم توعية بأضرار التدخين والمخدرات. استمراراً لتنفيذ برامج توعوية متكاملة بالمناطق المطورة أو بديلة العشوائيات، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دليل المهارات الحياتية لتنمية الوعي لدى الأطفال بالبعد عن التدخين وأضرار المخدرات. وتم تنظيم دورات تدريبية بمقر الصندوق للكوادر التطوعية من أبناء هذه المناطق لتدريبهم على تنفيذ دليل المهارات الحياتية داخل المناطق المطورة مثل الأسمرات، المحروسة، إسطبل عنتر، حدائق أكتوبر، بشائر الخير بالإسكندرية وحي الضواحي ببورسعيد. ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة التي تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكذلك توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج مجاناً وفي سرية تامة. وقد تم تدريب الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعي وأيضاً كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطي المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من النشء والشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030.